زي ما بيقولوا مين اول، البيضه اول ولا الدجاجه اول، يعني مين اللي يجي اول. يعني عارف لما زي اجي اسال البعض اقول له ايش تختار، انك انت تكون سعيد ولا انك انت تكون صح؟ عارف الاسئله الفلسفيه والاسئله المحيره هذه. فالسؤال هنا بنفس الطريقه، انه مين فيهم بيجي اول؟ هل انه الانسان اللي عنده ثقه في الاساس هذه دعمته ودفعته للنجاح، ام انه اللي حقق نجاحات زرعت في داخله الثقه؟ ما بدي ادخل في النقاش الفلسفي مين فيهم اللي جاء اول، ولكن ابغى اوصل لحقيقه وقناعه انه الثقه بالنفس مهمه وأساسية بأي طريقة إن كانت أريد أن أحصل عليها. فمن دواعم ودوافع الحصول عليها الحصول على إنجازات ونجاحات، هذه حتعزز ثقتي بنفسي. الثقة بالنفس بتيجي من فين؟ مش إنه أحد من برا يقول لي أنت شاطر، أنت حلو، أنت أمور، أنت تقدر. الثقة بالنفس تيجي لما يكون في عندي تشالنج، يكون عندي تحدي، يكون في عندي صعوبة أحطها قدامي، أقدر إنه أنا أتجاوزها، وأقدر إنه أنا أوصل لما أريد من نتيجة منشودة والهدف المنشود اللي أنا أبغاه. فانت بالنسبه لك هنا يعني مؤمن بقضيه انه النجاح مهم وانه الثقه بالنفس مهمه، مين فيهم يجي اول؟ كل واحده بتعزز الثاني، ويمكن حيكون عندنا نموذج ايضا عناصر النجاح اللي بيقول لنا موضوع الكونفيدنس كومبتنس لوب، اللي هو حلقه الثقه والقدره. كل ما زادت القدره بتزيد الثقه، وكل ما زادت الثقه بتزيد القدره، فكل منهما بيؤثر على احدهما الاخر بشكل ايجابي. ما نقدر نقول والله واحده لازم تجي بالتراتب قبل الثانيه، هذه اول ولا هذه ثانيه.